يا هلا ومرحبا، رجعنا لكم من جديد بفلوق جديد. طبعا فلوق اليوم فلوق وليمة صاحبتي. طبعا زي ما قلت لكم الوليمة يكون من طرف أهل العريس، فأهل العروسة كلهم يروحوا القاعة اللي هم أهل العروس العريس قصدي اختاروها ويروحوا عندهم كضيوف. طبعا اليوم الأول يوم البارات يروحوا أهل العريس في القاعة اللي اختاروها أهل العروسة كضيوف. المهم هنا كل أهل العروسة اتجمعوا تمام عشان يستقبلوهم مرة واحدة، كل العائلة والأهل وكلهم يتجمعوا مرة واحدة عشان يستقبلوا عشان يعني يدخلوا القاعة مرة واحدة واللي هم أهل العريس يستقبلوهم. فهنا كلنا تجمعنا ودخلنا القاعة، ما شاء الله القاعة مرة كان فخم مرة مرة بشكل مو طبيعي، شيء جنان كان صراحة. وما شاء الله عليهم كلهم اتجمعوا، الحريم، الرجال، الخالات، الخيلان، العمات، العمان كلهم، والبنات والعيال كلهم الكزنز. اوكي، ودحين احنا كلنا دخلنا القاعة. طبعا انا من اهل العروسة لاني انا صاحبة العروسة، فانا جيت معاهم عشان انا صاحبتها. اوكي، باي ذا واي هنا حبة حبة حنا قاعدين ندخل وكلنا قاعدين نتجمع عشان ندخل مع بعض، وهذا يعني من عاداتهم انهم يدخلوا كلهم مرة واحدة عشان هناك شفتوا الناس واقفين يبدأ يسلم عليهم كلهم. طبعا اهل العريس مثلا زي العريس وزي الام العريس واب العريس واخوات العريس وزي كذا، فاهمين؟ هم يجلسون يسلمون على اهل العروسة كلهم. فساعة كامل جلسنا نسلم ما شاء الله يعني، وعشان الناس كانوا كثار مرة. طبعا هنا اول شيء قدموا لنا السوب، طبعا شوربه، بما انه احنا ايام الشتاء، في ايام الشتاء اول شيء يقدمون الشوربه، بعدها بنص ساعه او ساعه يقدمون لنا العشاء. طبعا العشاء مره كان لذيذ، كان برياني وإدام منوع، وهنا العروس والعريس صورتهم، وإدام وسمك وكباب وتكة وأشياء مرة كثير صراحة، وهذا في الحلا كان موجود طبعا، وفي سلطة أنواع وأشكال مرة طعم الأكل كان صراحة. وبعد الأكل جرين تي، طبعا شاي أخضر، هنا يفضلوا الشاي الأخضر في أيام البرد. وبس والله أحبكم مرة وانتبهوا على نفسكم.